في رغبة تلك المنظمات في انتشال الجثث المنتشرة في الشوارع. منطقة وسط الخرطوم يتحدث شهود العيان عن أن فيها عدد كبير جدا من الجثث الملقاة في الشوارع، لا يستطيع أحد انتشالها أو سحبها أو التعامل معها. هذا هو اليوم السادس للقتال، لا أحد يستطيع الوصول إلى هذه الجثث في درجة حرارة عالية، وأيضا في أوضاع صعبة جدا، منطقة تنتشر فيها القطط والكلاب الضالة بشكل كبير. وبالمناسبة كان هنالك رواية أمس متداولة في الوسائط الاجتماعية في السودان، أن هنالك في منطقة شرق النيل شخص يجلس يحرس الجثث فقط ليهش الكلاب الضالة عنها. لهذه الدرجة الجثث ملقاة في الشوارع، وهي جثث لجنود من الجيش السوداني حسب تلك المصادر. لم نتحقق من صحة هذه المعلومة، لكن المؤكد أن هنالك الشخص تطوع في إحدى المناطق لحراسة هذه الجثث من الكلاب الضالة التي تحاول أن تنهشها وتعتدي عليها.